منتصف الليل بتوقيت الجزائر، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. مباشرة إلى العناوين: الأحزاب السياسية والأحرار يسابقون الزمن لاستكمال جميع التوقيعات عشية انقضاء أجل إيداع التصريح بالترشح. أنا أوصيكم على بلادكم وعلى أخوتكم وعلى الجزائر كامل، أراه الجزائر غالية. أعيان ورؤساء قبائل أهجار يشيدون بالقفزة التنموية بأقصى الجنوب ودور الجيش الوطني الشعبي في تعزيز الأمن والاستقرار. جبهة البوليزاريو تؤكد استمرار المحتل المغربي في استنزاف الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي في تعد صارخ على كل المواثيق الدولية. أهلا بكم من جديد. ترأس الوزير الأول نذير العرباوي أمس اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بشروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الوقاية الداخلية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك، واللذين يندرجان في إطار تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع الأدوات والالتزامات الدولية ذات العلاقة. وتنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، تناولت الحكومة بالبحث والدراسة العروض القطاعية الخاصة بإنشاء تجزئات اجتماعية جديدة على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب. كما استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الطرقات. وفي إطار تجسيد توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى الارتقاء بالقطاع الفلاحي إلى سلم الأولويات، استمعت الحكومة إلى عرض حول مخرجات اليوم الدراسي المتعلق بالاستثمار الفلاحي على مستوى ولايات الجنوب، خاصة فيما يتعلق بالزراعات الاستراتيجية. بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس بأكرا عاصمة جمهورية غانا الشقيقة للمشاركة في أشغال الدورة 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المرتقبة يومي 18 و19 جويليا الجاري. وسيتبع هذا الاجتماع الوزاري بانعقاد القمة التنسيقية 6 بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الجهوية. وينصب جدول أعمال الدورة الوزارية في مناقشة عدد من القضايا المالية والإدارية التي ترتبط بالتسيير الداخلي للاتحاد الإفريقي، إلى جانب المسائل المرتبطة بالشراكات التي أقامتها المنظمة القارية مع مختلف الفاعلين الدوليين وكذا عضويتها في مجموعة 20، فضلا عن مواصلة تفعيل آليات العمل الإفريقي المشترك والتحضير للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين القاري والدولي. تحسبا للرئاسيات المقبلة، تسابق التشكيلات السياسية من الأحزاب والأحرار الزمن لاستكمال عمليات جميع التوقيعات قبل انقضاء الآجال القانونية لإيداع التصريح بالترشح من قبل الراغبين في الترشح لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم 15 جويليا في الساعة منتصف الليل، حيث ذكرت السلطة أول أمس في بيان لها بالشروط القانونية لهذه العملية، إذ يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام كما يجب أن يتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، ويرفق بملف يحتوي على الوثائق الواردة بالمواد المذكورة في بيان السلطة. وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفقة كشف للتلفزيون الجزائري خلال تدخله في نشرة 8 أن الهيئة ستباشر بداية من اليوم في عمليات الفصل في صحة ملفات الترشح في مهلة 7 أيام، على أن تفصل من جهتها المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة لها في 26 من الشهر الجاري. ابتداء من غدا تفتح الأجال للسلطة الوطنية المستقلة للفصل في صحة الملفات المقدمة لها، ولها في ذلك 7 أيام
يعني باش نعدوا بلغة الأرقام، يعني يكون آخر آخر أجل هو يوم الخميس 25 جوي، يعني تكون السلطة الوطنية بلغت، يعني لأن القانون يحتم لها باش تبلغ القرارات نتاعها فور صدوره في حالة الرفض، وباش تفتح طرق الطعن في هذا الرفض لكن كان رفض أمام المحكمة الدستورية. وبالتالي آخر أجل يكون إن شاء الله يعني في 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 في, في هذا المجال يوم السبت 27 جويلية، يعني الأمور تتسارع، الأمور تتسارع يعني جيدا. ثم أن المحكمة الدستورية أيضا لها أجال باش تفصل في 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 آخر في 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 آخر يعني يوم هو يوم الجمعة 26 جويلية، تكون المحكمة الدستورية أيضا فصلت في الطعون المقدمة لها في حالة الرفض السلطة الوطنية للانتخابات لبعض. وعشية انقضاء الآجال القانونية لجمع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، تستعد حركة مجتمع السلم لإيداع ملف ترشح عبد العالي حسان الشريف مدعومة بحركة النهضة. أحمد خير الدين. داخل هذه الخلية النشطة تواصل حركة مجتمع السلم استقبال استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة. الآن الاستمارات كذا يعني فقط 60% تاع الولايات الآن جابوا الاستمارات، وحنا بصدد استقبال يعني اليوم حيكون آخر أجل تاع الاستمارات بالنسبة للولايات الآخرين، وعندنا موعد مع السلطة غدا إن شاء الله. وحتى يعني بالنسبة للجالية كذلك عندنا بعض يعني الأقطار كذلك ساهمت معنا في الاستمارات، وهذا يعني بفضل الجهود تاع الإخوة اللي موجودين في الجالية. قبيل ساعات فقط عن انتهاء الآجال القانونية لجمع الاستمارات، تصل حزمة من الاستمارات الخاصة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج لتضع بصمتها في المعادلة الانتخابية. الجالية الجزائرية في الخارج منذ الوهلة الأولى قسمنا عدد معتبر في كل الأقطار حيث لنا تمثيل، وقد تفاعل كل المواطنين الذين اتصلنا بهم، وبالمناسبة نشكر المواطنين الذين قدموا توقيعاتهم استمارات اكتتاب لممثل الحركة الأستاذ عبد العالي حسن الشريف. وبدأنا منذ البارحة في استقبال الاستمارات من مختلف البلدان. ودعما لمسار حركة مجتمع السلم في سباق الانتخابات الرئاسية، حركة النهضة بقاعدتها النضالية تسابق الزمن في جمع التوقيعات، والتيار الإسلامي يرمي بثقله في خطوة تعبر عن تنوع التوجهات واختلاف الأفكار ضمن سباق الرئاسيات. دام المرشح واحد إذا الاستمارة واحدة، وبالتالي تمت العملية بهذا الشكل على المستوى المركزي وعلى المستوى الولائي. اليوم هو اليوم الأخير قبل نهاية المدة القانونية، وغدا إن شاء الله سيودع الأستاذ عبد العالي حسن الشريف ملفه مرفوق بهذه الاستمارات وبهذه التوقيعات، سواء توقيعات المواطنين أو توقيعات المنتخبين. بدأ العد التنازلي لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في 7 سبتمبر، وعلى ضوء هذه المعطيات تسعى أحزاب بفكر موحد خوض غمار الانتخابات، وهي تستند في ذلك على قواعدها الشعبية ودعم مناضليها في الداخل والخارج. حزب جبهة المستقبل من جهته يسابق الزمن قبيل انقضاء الآجال القانونية لاستكمال عملية جمع التوقيعات. إلهام عشير. مقر جبهة المستقبل يشهد حركية لافتة، وصول استمارات اكتتاب التوقيعات تتوالى من مختلف ولايات الوطن. يعني عفوية يعني وهبة يعني عفوية تاع مواطنين ومنتخبين، أعطونا يعني دعم جديد وثقة جديدة وروح جديدة. أنا جينا جبنا الاستمارات البارح، عدد اللي درنا في 24 ساعة في بلدية عزازقة، بلدية بوغني، درع الميزان، بلدية مشرس، بلدية تيزي وزو، كاين من بلدية تاع الطفن، كاين من بلدية تيزين ثلاثة، وبلدية عين زاوية. تجنيد تام وجهود حثيثة لقواعد الحزب في التحدي المرفوع جمع التوقيعات قبل انتهاء الأجال القانونية. تحصلنا على توقيعات تاع المنتخبين تاع المواطنات والمواطنين، تحصلنا على توقيعات تاع المنتخبين
والمنتخبات والمواطنات والمواطنين في ولاية تيزي وزو وفي بجاية وفي باتنا وفي سقهراس وفي تبسة وفي وهران وفي معسكر وفي كل الولايات، أقولها بصدق في كل الولايات، وأقولها كل توقيعات تاع المنتخبين سلمت للمترشح وراهي موجودة الآن، سندعها لدى يعني المداومة تاعو. نحن نهدف إلى أس الصفوف وجمع الأيدي، وهذا التزام تاع جبهة المستقبل، فيحق لكل مناضل ومناضلة بجبهة المستقبل أن يفتخر بإنجاز إطاراته وقيادته. جبهة المستقبل منضوية تحت لواء ائتلاف يضمها إلى جانب الأفلان والأرندي دعما لمترشح واحد توافق للرئاسية المقبلة. وحركة البناء الوطني من جانبها تواصل جهودها لجمع التوقيعات قبل انقضاء الأجال القانونية والعينة في النشرة من ولاية أدرار مع أيمن حنفي. من المكتب البلدي لحركة البناء الوطني لبلدية أدرار تضبط كل الترتيبات تجندا لعمل ميداني في هذه الأيام لإقناع المواطن الأدراري وجمع التوقيعات. تنقلات وحوارات تحسس بأهمية الاندماج في هذه المرحلة السياسية. احنا نتمنوا فيه الخير وماذا بينا تعاونونا، ماذا بينا تعاونونا في ملء التوقيعات. شوفوا الشباب درك مشارك في الحركة، في الحركة السياسية، مشارك ثاني في الاقتصاد الجزائري، نكونوا كاملين اليد في اليد نحن كاع المواطنين الجزائريين باش نتعداو هذه المرحلة هذه. نديروا المجهود باش نعمر الاستمارة انا ولا كان فيه يعني مجموعة اخرى اللي اقتنعوا وعندهم قناعة باش يزيدوا يعمروا، مرحبا بهم. نبلغ كل الجهد مع شبابنا وفي كل الأحياء منتشرين بالاستماراتهم، يحاولوا يقنعوا المواطنين لدعم المترشح المواطن السيد عبد المجيد تبون لمواصلة إصلاحاته إن شاء الله. المواطن عندما نقنعوه نبينوا كيفية ملء الاستمارة تكون صحيحة. تجاوب المواطن مع جهود الحركة ترجم من خلال الإقبال على المكتب البلدي للتوقيع وتسليم الاستمارات، فيما يبقى عمل المناضلين متواصل خارج وداخل المكتب. لبين الدعوة وها نحن اليوم بحول الله تعالى نملء الاستمارة كأول عمل نقدمه من خلال هذا المترشح، وطبعا رانا قدمنا استماره، ملأنا استماره واحده لمترشح باش نعمروا الاستمارات، ورونا الطريقه تاع ملء الاستمارات وجينا هنا عن قناعه تامه. كشاب نتمنى ان الفرص للشباب دي تفتح اكثر سواء في مجال الاقتصاد ولا المجال السياسي ولا المجال الاجتماعي. المكتب البلدي للحركه بأدرار عينة من مختلف المكاتب عبر الوطن الساعية جاهدا لإنجاح الحدث الانتخابي من كل النواحي. وإنجاحا للاستحقاق الانتخابي المقبل تستند العملية إلى توعية الناخبين وتحسيسهم بأهميتها لإقناعهم بضرورة مشاركتهم فيها. باريزا جلامدا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جهود حثيثة يبذلها مناضلو الأحزاب السياسية لتحسيس الهيئة الناخبة بضرورة المشاركة الكثيفة في الاقتراع وكذا الحصول على التوقيعات. خرجنا دوكا في الميدان باه نوعوا الشباب، باه نوعوا النسوة، باه يكونوا بقوة يوم الانتخابات، باه يعطونا التوقيعات تاعهم ويشاركوا إن شاء الله يوم الانتخاب. دوكا أنا عندي الاستمارة وباه تعطيني التوقيع تاعك. أنا نوجه رسالة تاعي للشباب نقول لهم ينتخبوا على باش الجزائر تزيد تتوسع في المجال، في الاستقرار، في الامن، في كلش. وان شاء الله كما يقول لك كل واحد يشفاد، هو يشفاد ومادام بينا يخدم والبلاد تتطور ونروحوا بعيد ان شاء الله ونتقدموا شويه كما انا خمن اللي كنا من قبل. العمليه لاقت تجاوبا من طرف المواطنين وخاصه فئه الشباب الذين اعربوا عن شعورهم بالمسؤوليه الملقاة على عاتقهم تجاه وطنهم. هذه بلادنا وهذه شعبنا ولازم كاع نفوطيو حنايا، هذه حاجه مليحه لينا. يفوطيو على البلاد هذه راهي كما يقولوا باش تزيد تافونسي وباش تزيد تكون في احسن صوره. الكل هنا يسابق الزمن قبل موعد انتهاء المده القانونيه من اجل استمالتهم والحصول على التوقيعات. وحنا لازم نساهموا في استقرار الجزائر وفي امن مع استقرار الجزائر. واجب نديروا الواجب ان شاء الله، نديروا اليد في اليد ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. الله يعطيكم الصحه يا عمر ان شاء الله.
وعلى وقع الوتيرة المتسارعة نفسها يكثف العمل من أجل استكمال عملية المصادقة الضبطية على استمارات الاكتتاب على مستوى البلديات العينة من بلديتي الشفة والبليدة مع هدى الوابح. معالم المشهد الانتخابي تتضح من خلال الحركية الدؤوبة التي تطبع عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، وهنا وعلى مستوى بلديتي البليدة والشفة نقف على وتيرة العمل بها. اليوم جيت لبلدية شفة، يعني عمرت الاستمارة تاعي وجبتها لهنايا ومشيت الأمور بكل سهولة والحمد لله، راهم صدقوا لي على الاستمارة وطوها لي تحروا على المعلومات تاعي مليح وتم التصديق على الاستمارة الحمد لله. عمرت الاستمارة تاعي وجاو تأكدوا من المعلومات وصدقوا لي عليها والعملية كانت ناجحة، يعني كما نقولوا ما كاش عراقيل ولا، يعني سهلونا في العملية نجي به في 5 دقائق ونتمنى الخير للبلاد. جهود حثيثة يبذلها القائمون على هذه العملية من خلال توفير كل الإمكانات البشرية واللوجستية ضمانا لشفافية المسار الانتخابي. نتأكدوا من الرقم التسلسلي تاع الاستمارة إذا راه موجود عندنا في التطبيقية، إذا كان موجود الرقم نتاع هذاك المترشح نتأكدوا من المعلومات نتاع الناخب بواسطة بطاقة التعريف الوطنية نتاعو، لما نتأكدوا من الهوية نتاعو ندرجوا المعلومات نتاعو في التطبيقية، من بعد عندنا الطبع يخرج لنا ان كود بار نصادقوا له على الاستمارة نتاعو ويتفضل المواطن العملية تكون انتهت. تم تسخير 22 خلية على مستوى بلدية بليدة، 3 خلية على مستوى مقر البلدية و16 خلية على مستوى المندوبيات ملحقات الإدارية متواجدة على مستوى إقليم بلدية بليدة. عندنا 8 ملحقات بلدية، عندنا فرقتين خليتين في كل مندوبية. دونك الخلية الأولى متكلفة من 8 تاع الصباح ل4 مساء، وخلية أخرى تانية متكلفة باستقبال تصديق على استمارة اكتتاب توقيعات الفردية من 4 مساء إلى غاية 12 منتصف الليل. إلى حد الآن عدد الاستمارات المصادقة عليها في حدود 800 استمارة، إن شاء الله نتوقع من نهاية اليوم يعني في الفترة المسائية راح تلحق 1000. ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء أهم مرحلة في العملية الانتخابية، جمع التوقيعات، وهذا ضمن سياق أوسع يشمل التحديات والفرص التي تراهن على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. إلى المشهد التنموي الذي تعيشه البلاد عبر مختلف ورشاتها في ولايات عديدة، حيث أشاد أعيان ورؤساء قبائل الأهجار بالقفزة التنموية التي تشهدها ولايات جنوب البلاد، كما ثمنوا دور الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على الأمن والاستقرار. المزيد مع محمد برماكي. تمنغست عاصمة الهجار، موقع استراتيجي هام وثروات باطنية مختلفة تخطو في الآونة الأخيرة خطوات إلى الريادة في مجال الصناعة. هذه المحاور وأخرى كانت موضوع النقاش في لقاء أمانك النهجر أحمد إدابير مع مختلف القبائل وأعيان المنطقة للوقوف على أهم ما يخص الولاية والوطن. أنا أوصيكم على بلادكم وعلى أخوتكم، لازم التنسيق على بلادكم وعلى الجزائر كامل، أراه الجزائر غالية. المكاسب المحققة على المستوى الوطني في مجال الفلاحة والمناجم بالإضافة إلى قطع الأشغال العمومية بمختلف تخصصاته، نقاط لم يمر عليها أمانك المرور الكرام نظرا لما لها من أثر بالغ على حياة المواطن على المستوى الوطني. اليوم الحمد لله راكم تشوفوا الفلاحة وتشوفوا القمح، السنواش دار القمح هو أساس نتاع المعيشة، كي يكون القمح المعيشة راهي كاينة، ليصانص اللي كنا نبعثوه باش يتخدم ونرجعوه اليوم راهي ولا يتخدم في بلادنا. طريق اليوم مانيش عارف واش حال من مقاول راهم في الطريق من عنصر حي لهنا من هنا إلى يدلس، واش حال من مقاول طريق تتخدم، الترا راهي تراش ملحقة غردايا والترا الروح وراه فات لغواط جاي. نهار اللي راحت فرنسا ما خلات إبرة في عين الزام،
دار نتاع الطين وحافي خلاب. واليوم راح يبعنق الزمن تتناول لا ولاية. ولأن أهل مكة أدرى بشعبها ونظرا لدور الولاية المحوري في استتباب الأمن والاستقرار، أشاد أمانوكل بالدور الذي يؤديه أفراد الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي رغم شساعته. والأمن راه يخدم، لو كان ما يخدمش الأمن بالوقت كلنا خلاص ما بقيناش هنا. راه داي الشمس والداي الريح والداي نيجيريا كاملة دايها على المواطن تاع الجزائر. ولاية تمنغست ولاية هامة ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وسياحية، تنميتها والنهوض بها قرار أخذته الدولة على عاتقها، والحفاظ على هذه المكاسب خطوة على عاتق الجميع. وترقية التنمية المحلية يبدأ بترقية شبكة الطرقات، جهود كبيرة بذلت لتهيئة الحظائر وربط مداخل ومخارج ملعب الدويرة بالعاصمة بالطرق السريعة من أجل إضفاء انسيابية أكبر في حركة المرور على مستوى هذه المحاور. منال عبديش. ملعب علي عمار المدعو علي لابوينت بالدويرة العاصمة مشروع هام تطلب بالموازاة مع إنجازه إطلاق مشاريع عدة، أهمها إنجاز طرق ومسالك جديدة لإضفاء السيولة على دخول وخروج الأنصار إلى الملعب وتسهيل حركة المرور على مستوى بلدية الدويرة والبلديات المجاورة لها. المشروع يتكون من 3 فروع. القسم الاول سي نوا كي لا فوا بيريفيريك كي سيرن تو لو ستاد الي دو دو فوا دو فوا بلس اون فوا دو سيرفيتود اينيكمون بور لو ستاد. توفر زوج مداخل وزوج مخارج الى الطريق الوطني مباشره دون الدخول الى البلديات المجاوره للستاد من الجهه الشرقيه. تم تزويد هذا الطريق بمحول يحتوي على 5 محاور من اجل pour assurer la fluidité entre stade et la deuxième rocade. هذه الطريق يعني ايفيتمون يعني لوطوروت بريميرمون، ثانيا ما شاء الله مخدومه عريضه يعني تيفيتي بزاف للسيركيلاسيون، والحاجه اللي جديده كاع مليحه للبلاد ولينا. نسكن في باب احسن وهذه هي تما تخرج من دويره والله غير ما شاء الله تنقص علينا بزاف هذه. هذه الطريق جديده الحمد لله سهلت على الناس بزاف. هنايا في باب احسن كانت عندهم دخله واحده وان كانت لا كومبرومون بزاف ما في الدخله ولا الخرجه، مي الحمد لله كيف فتحوا هذه الطريق سهلوا علينا الطريق بزاف. هذه درك تنحي على بالك مشكل كامل هنا، ما احنا هنا باب احسن مليح علينا، كاين من داك تكون مغلوقه منين كنقدروا ندخلوا منها. من قبل كنا نجوزو من هيك على باب احسن طريق ما سيركيلاسيون كدا كي تعرفي ودوكا راه ما شاء الله. وعلى مساحة 12 هكتار انطلقت الأشغال لإنجاز موقف سيارات بمعايير دولية يتسع 4000 مركبة تسهر على سير الأشغال به كفاءات جزائرية. البروجي هذا بدأ عنده شهرين بداية الأشغال كما راكم تشوفوا. جاف بلاصة وين كان تيرا سي تيرا فالوني سي فيها سي دي بارتي تيرا سمو كبار كان جا تاع واسمو لي رومبلي وكاين لي ديبلي ودوكا رانا في لافاز تاع لا كوست فورم. المهمة تاعنا هنا مراقبة يعني لا كاليتي النوعية تاع لي ماتيريو اللي تحطوا اللي نداروا في لو باركينغ هذا من رومبلي يعني واسمو لو زير لو جي ان تي 040. حنا نراقبوا هذه النوعية هذه باش نقولوا اسكو نحطوا نستعملوها في الانجاز هذا ولا ما نستعملوهاش. التكامل الفعال بين المشاريع استراتيجية تبنتها الدولة وترجمت على أرض الواقع بمشاريع تحدث التوازن وتمنح للمشروع الرئيسي قيمة مضافة تمكنه من أداء أدواره الرئيسية.
في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 جويلية الجاري العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي 16 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 57 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 5 قناطير و96 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط أزيد من 21 كيلوغراما من مادة الكوكايين و449 ألفا و727 قرصا مهلوسا. وبكل من تمرست وبرج باج مختار وإنجزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 24 شخصا وضبطت 26 مركبة و93 مولدا كهربائيا و57 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 11 شخصا آخر وضبط مسدس الرشاش من نوع كلاشنيكوف وأربع بنادق صيد ومسدسين آليين و10874 لترا من الوقود و59 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و104 قناطير من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير مشروعة بالسواحل الوطنية ل 399 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 433 مهاجرا بطريقة غير مشروعة من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. دانت الجزائر بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الهجوم الإرهابي الذي ارتكب قرب مسجد الإمام علي بالعاصمة العمانية مسقط. وفي هذا الظرف الدقيق تعرب الجزائر عن تضامنها الكامل مع سلطنة عمان الشقيقة، كما تتقدم بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى. إن هذا الاعتداء الآثم يأتي ليذكر رفض الجزائر لكل أشكال العنف والإرهاب، ويؤكد من جديد استعدادها الكامل للتعاون في جهود المجموعة الدولية للتصدي لهذه الآفة التي تتنافى مع جميع القيم الإنسانية والأخلاقية. والجزائر الوفية لمبادئها تواصل على النهج ذاته بدعمها القضية الصحراوية ضد الاحتلال المغربي الذي يستنزف ثروات الشعب الصحراوي عبر اتفاقية غير مشروعة. فوزية تاج. على بعد 100 كيلومتر من مدينة العيون المحتلة يقع منجم بكرة على الفوسفات، استنزاف واضح وصريح ينفذه الاحتلال المغربي لهذا المنجم بقيمة 1,591,000 طن سنويا حسب إحصائيات 2023. وعلى الشريط الساحلي، اتفاقيات غير مشروعة تتجدد مع الاتحاد الأوروبي لاستغلال الثروة السماكية. سياسة النهب لثروة هذا الشعب لم تتوقف هنا، بل تعدتها إلى إبرام اتفاقيات مع الكيان الصهيوني للتنقيب عن حقول النفط والغاز بالمناطق الحدودية الشرقية والغربية مع المحتل المغربي ومنطقة بوجدور. رأس هذه الثروات بطبيعة الحال يأتي الفوسفات اللي تقريبا يحقق عائدات حوالي 400 إلى 450 مليون دولار حسب تغير سعر الفوسفات للطن في السنة. موضوع الصيد البحري من الاتحاد الأوروبي يذر 45 مليون دولار تقريبا في أو يورو في السنة، تتغير كل سنة بطبيعة الحال في ارتفاع.
مشاريع الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الريحية، يعني في أفق 2027 سيكون تحقيق إنتاج 1925 ميجاوات كإنتاج إجمالي في الصحراء الغربية بقيمة عائدات قد تصل إلى 2 مليار دولار في السنة بهامش ربح قد يتجاوز 75%. تمادت يد الاحتلال المغربي من التعدي على خيرات ومقدرات الشعب الصحراوي إلى انتهاك حقوق الإنسان واضطهاد المدافعين عن ثرواتهم وأحقية الشعب في تسيير موارده الطبيعية. هناك كثير من السجون داخل المغرب وفي المدن المحتلة، صحراويين، نساء، أطفال، رجال، شيوخ متواجدين في هذه السجون، والحقيقة ما عندهم أبسط حق لكردر الصحراء، ما عليها نزاع لا قبر عليه. إن قال له الشعب الصحراوي بخريطته معترف بها دوليا ومعترف بها عالميا، والمغرب أكبر خارق لحقوق الإنسان. تعسف وسرقة لخيرات الشعب الصحراوي وانتهاك لحقوق الإنسان يقابلهما استمرار في النضال لاسترجاع ما نهب منها وتقرير مصيره. في تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني الهمجي المتواصل في حق المدنيين إلى 38,794 شهيدا و 89,364 جريح. وفي ظل نقص الإمكانات وتعذر وصول المسعفين، يبقى آلاف الجرحى ساعات طويلة عالقين تحت ركام المنازل التي طالها القصف الصهيوني الهمجي. مأساة إنسانية يقف عند تفاصيلها مراسل التلفزيون الجزائري من غزة وسام أبو زيد. بعد ساعات من محاولة فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين الأطفال والنساء بين ركام أحد المنازل المستهدفة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، لتتمكن رغم قلة إمكانياتها من انتشال الرضيع يامن مقداد، وما زال والده محمود لا يصدق أن ابنه استشهد ويراود نفسه ربما يكون على قيد الحياة. لكن الصورة الأكثر ألما عندما تأكد للأب أن ابنه أصبح من بين آلاف الأطفال الأبرياء الذين قتلهم الاحتلال دون حسيب أو رقيب أو أي ذنب اقترفه، سوى أنهم يعيشون تحت الاحتلال في غزة ولم يروا النور بعد ولا انتماء لهم سوى للأم أو الأب المثقلان بهموم النزوح وتضاعفها فقدانهم لصغارهم الأبرياء. احنا نايمين وغدينا ورحت نيمته عشان نصحى نطش، شوف ما نيمته خلص سكرت الباب اللي هو الحمام بتنزل الحمد لله، لا إلنا فادة ولا إلنا فاد، ناس نازحين وما إلنا في حاجة الحمد لله. فهو واحد من بين عشرات الأطفال الذين يقتلون يوميا في غزة والتي جعلها الاحتلال الإسرائيلي مقبرة جماعية، ولا يسري في شوارعها وأزقتها ومخيماتها ومستشفياتها سوى شلال من دماء الأبرياء، تاركا الاحتلال الغصة في قلب كل فلسطيني، ومن بقي حيا ما زال ينتظر مصيره وقسوة حرب الإبادة الجماعية المستمرة. من أول الحرب وانت عندي يما أفدك أخي الحرب يما، من أول الحرب وانت عندي في الدار يما يما يا حبيبي يما يما مبروك غير الغالي يما يا حبيبي يا شهيد ماشي خليك تروح عني يما وانت عندي يما. فمهما حاول الاحتلال الإسرائيلي أن يبرئ نفسه من قتله للأبرياء والمدنيين، إلا أن لعنة الأطفال ستلاحقه في كل المحافل الدولية وستكشف حتما وجهه الحقيقي النازي أمام العالم بأسره. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. وتبقى الجزائر منافحة عن القضية الفلسطينية عبر المنابر الدولية، حيث أكد نسيم جواوي المندوب المناوب للجزائر بالأمم المتحدة خلال مداخلة بمجلس الأمن أنه ينبغي للمنظومة الدولية مساءلة المحتل الصهيوني عن الجرائم التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني. نحن نطالب بالمساءلة، أكرر نطالب بالمساءلة، إن هذا ليس خيارا بل واجب وأمر مهم، وللأسف أن المجتمع الدولي لا ينفذ التدابير الفعالة لوضع حد لهذه الفظائع. إنما يشهده قطاع غزة من مجازر يومية يؤكد أن الكيان الصهيوني لا يبالي بالقرارات الدولية. الجزائر التي دفعت ثمنا غاليا لنيل استقلالها
تؤكد كل مرة أنها ستبقى ثابتة في دعمها للشعب الفلسطيني حتى نيل كامل حقوقه، مثل ما قاله رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. في الرياضة، أشرف أمس وزير الشباب والرياضة على حفل أقيم على شرف الرياضيين المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024 ومدربيهم بمقر اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية. الحفل حضره أبطال أولمبيون سابقون ورؤساء وممثلون على الاتحادات الوطنية في خطوة تشجيعية تسبق تنقل الرياضيين إلى باريس. هذا وكشف خير الدين برباري رئيس الوفد الجزائري المتأهل للألعاب الأولمبية خلال عقده ندوة صحفية بمقر اللجنة عن تسخير الإمكانات كافة لفائدة الرياضيين الجزائريين الذين استطاعوا اقتطاع تأشيرة المشاركة في هذا الحدث الرياضي. لذلك لما نتكلم بلغة الأرقام سوف يكون 46 رياضي، المدربين سوف يكون 39 رياضي. لازم نتفقوا على مبدأ المدربين. المدربين قدمت الصلاحية الحصرية للاتحادات الوطنية لاختيار المدربين. اللجنة الأولمبية ليس لها دخل في اختيار من يرافق الرياضيين. مهم جدا يجب أن ننوه به أن اللجنة الأولمبية وضعت كل إمكانيات من الناحية الطبية لتعرف رياضة المستوى العالي، حاليا أصبحت تركز على هذا الجانب. توج فريق ناحية بشار بكأس الجزائر للشرطة أكابر عقب فوزه أمس على ناحية الشرق قسنطينة بركلات الترجيح 5-4 إثر انتهاء المباراة بنتيجة هدف لهدف في النهائي الذي احتضنه ملعب الإدارة العامة بحيدرة بالعاصمة. النهائي جرى تحت أنظار المدير العام للأمن الوطني علي بداوي الذي أعطى إشارة انطلاق المباراة، بالإضافة إلى ضيوف الشرف العميد محمد جابو عبد الحق رئيس مصلحة الرياضات بوزارة الدفاع الوطني، خير الدين برباري الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية، ووليد صادي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. كل فريق الخصم قسنطينة على الروح الرياضية وعلى المباراة الجميلة، وإن شاء الله احنا متنا الشرطة الجزائرية أحسن تمثيل ومتنا جنوب الغربي أحسن تمثيل، مبروك علينا. هو اللقاء الله الحمد لله كان شاهدتوا الروح الرياضية وشفتوا الآخر لحظة ابتسم لحظة في النهاية بركلة الترجيح لفريق بشار، نهنئهم من هذا المنبر ونشكر المديرية العامة للأمن الوطني اللي قربتنا وقالت تشرف على هذه المظاهرات الرياضية. في ختام النشرة أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.